والله ما صورتها أسكرت فرنت بجرت قاركود عن هايو هدي عن إذا تصور الله إذا ما أنت وأويني سباش أنا ما كعيسي كأيلا جيل كأيلا فعة هو ما أنت قال نجيبين هايو فرنت بجرو نركو كركود كرنا ماضي كبها كركود أنت كو جو جو إن رودا حسي عدو أجو إريان يين عج عدان أنت ماشي كو صعدي عجوه ذي أي جو إن عشور تبيحي مركل يرى ما يدولد دبوحي دبين وايسا محان كورا ذا انت كرنا عذي حقي كرنا عذي والله ما صور ذا أسكرت فرنت بجرت قاركود عن هايو هدي عن إذا تصور والله إذا ما أنتي وأويني سنباش أنا مكك عيسي ويلش أسير يركا إلا جيل كا إلا فعة هو ما أنت قلن جبين هايو فرنت بجرو نركو كوركود كورنا ماضي كبها كوركود انت كو جو جو إن رولا حسي عدو أجو إريان يين عج عدان أنت ماشي كل صعدي عجوه ذي أي جوئن أنت كل بعد توضي حنوس ذي جوج ولا سوق هذا إسبتال إن لك أنا جاري صعد أو صعدي ولوين أي لويسة محوه دباتي دي جارت أوجد عشور تبيح مركل يا رجال ما يدول دب بحيد دبين وايسة محان كور هذا أنت كنا عذي حقي كنا عذي ضد الصومالية ملك سوء جوجان مستوى جوجان كستا معلن هدويا يمد ورشد له دويا انت قول حيسو عشور تكو واجبتك سؤال كما كيني كران وإني ديبان دل كان ماشي او جوغو ان لغو هايا ننربا اي عشور تديدا وقادة سؤال قفك كسو علينا اي عشور تدولد اي ير اي ذا بقاد او ير او بجت كينا وحير او كمي ذا انت كالعالم انا كالميو كالمان كهلنا لكن ايه يا الله الى دانشا دولد واحد ما يقول تعلمت وزيرك تعلمت وعلى دولد بجت كتعلمت ما قواي دولد تعلمت ما دارين انسان قد عفا دولد دين ما يزت على ورا نغا كانسو وحان كو كبنه وحان كو درن كانسو شيلن كانسو لبا شيلنا كو درينا ما سدح شيلنا كو درينا شيلنك والله ما يست لبدين اذا سيما كسيمين على الله وانا لوجيك ادير جنو سبب ما جرت لو سي يقف محان كو راداي وحينن قلبك وحبر الشدة عقبك وحبر الشدة عشور ماله موجود دكتك سو الدجاج وحبذن أو وحبر الشدة الله استعماله عشور ماله لكن وحيا بقاركوت أو أن لا تعرفين عجرو أو أي واجب تاي أسكري جاس وعقب بحي أن لا نهاي لابد بقوله دولار وقطع عشور على جوجيا قرتينا وقتينا طبعا مش هكيس ولا بقوله دولار ومين ممويج دولد مشارك وير بعيد سواي لا بد بقول الضغط سيد قانونك وقبابة عشورة على القاعدة ماشي سوجرة هذه أو بلدك جوجا بالله عليك أو العكت أستوب جبارك أما محن كورا شن جبارك يكبر القاعدة سأوده محو هاي عشورة لما قاضي عشورة لما قاضي مشارك القاعدة عشورة لقولي يا هاي عشور تلقى قادنا ومدة أدو أمان الجامعة إن كتكتو أو دوغا صور نغطة أن كشقين إنو ربنو أو ويل أدي ماني يوم مدعو داوع ما يوم مدعو عريام يوم قفك عشور دراد ديد لسيق هوري مادو أساقر درد أساقر درد سيك سباعات أسكري إيو بوليس إيو ملتري إيو نبط سوكيت يا محكمة وحكست طول أو يدولد دنا ده واستعمال كرتين واستعماله قف كاسين وعشور تبيحي أوجي مركا أرمها نوع عسا وحن لها هاي دتك الصومالية ملك سو أي جوجان أيق بعض وحبر شدة وحلا قع عشورة هاي ستار سكيرة لكن وحن فرين تاس أدرى يا دمان دتك الصومالية أنت سكدي وزيرك وحبر شدة يا جامعة أمد الصومالية يا دمان جامعة ده جامعتها برفت لما أروش صدوا أوجاي كوا برفت كده واجعان برفت علينا سنة مقول لما هذا فرو برفت كناقة يبيع أنت اللي يرادو محن كورا ذا برفت لما كلا أروش لأنه وأجناه جامعة بنادر جامعة السنة جامعة المقدس جامعة هبلو ما هرو مري لهين ماشي كوا أساس من الجوج لهين هدي سنة كوا حيرة صوب حبل كلا قاعدنا يو لكن إنا دار استان إنا يصير صعدان إنا دول وين سي جارين إنا يفكر تسكلا كلا قاعدة أو ما لك الدول لقيه إن قلبك عصر جاي لابراتوريسك إيو
وحي الله بحنا اللي هلو لابريريغا إن بوغاك في عن أو إيالان مالين أنا بوغاك لهين لابريريغا أنا بوغاك أولينا سومر مالين لابريريغا أي دور بقولو بوغ تغلان سومر كمانان بوغا مركة جامعة ده لابريريغا لابريريغا جامعة ده وحاسو دان العقتة يرتاهو لغا عروريو دان يرادو واي كما إذيسنا تنة دولد سوماليا لغا ربا أما أيدو كالما أورادسو أما عشرة يرتاي أروسا كبحسة إن أنتو كلا لها تو وين لا ذا وين السيلة هات نون تعدي الليرة عن لا أمريكا جامع هذا هك جوابان باهيدا ما أنت تاجر الصومالي إيو باهيدا مستقبل كيسا صعد الدنيا دو كجورو هاي ساوي عادي إيه تكنولوجي أو مرنا ساينس عن تكنولوجيا الله صعدا أرضي ذا وإن أي نقدان لتري technology waa inay literate ku noqdaan oo computer iska iyo application iska iyo digitalization ka iyo waxa loo baahan inay ka jawaabi karaan oo ay haday tahay dhaqaale haday tahay waa management information system oo tacliinta aal sameey waxa aad u fiican waa ardaydu meel ka timaad meel u socota lama aqoon jirin awl midaad arkaysaa dugsi school meel ka furtay oo yar oo dhahayo afar sano dugsiga dhex looga baxa laba sano dugsiga sare looga baxa أهل وسهلا لحسن أرضك مبكو دقنا هاي سكول دقنا هاي دكس سروب كبا حيبا و... ومعقول ما سن معقول ما the most talented أرضك أغو محاكور هذا عقلك بدن intelligence أغو بدن لحتى هي كانوا دو ذا مثلا ما هي كانت تاس وحلاك كدما وحلاك كدما نقول لسيو كرقا قرحان تيرك تيرك يسي أي ويك يهينو ضعيف يهينو برشاد النظام إلا ذا ولا تدجكرا لكن وحال وجود تدجكرا إذا هو النظام نظام أهم من تدجك تمهيدي كورس تمهيدي أنت كجرؤه سرت كيف الله بس أنا لا تكتايو محام كورا ذا أساسا لو قد به وح أو أدي أد ما رب بدن أقش قين كرا معه دتك دأدو دويناتي والله جي أبا ملا قاركوت إن وقت السوق هو بكران لكن ويلير أما جبر ير أو دأدي سكول كلا بهذا الجوكتو لبيه تبان صرنا وح برشاد لجر ربي أيضا لبيت ثمان سنة جرتوا أما ثمان إيشان سنة جرتوا دكتور سلام كسر بحيد هيسو سنة معقول ما مستقبل كذا الوعي يروها وجو جامعة يوم جروح برشة كستو مستقبل كجنريشنز كي يعني الوعي يار أرض يجا أشهادة صوصي سو جامعة وكسر بحيد تري أنا أقول إن شهادة أو توحي كتر جميسي أنا أقولن إسلوين بري كل نقطة جاورني وحنا ما صبر والوصول لجوي أرض جامعة كل نقطة دي اللي رانا أنا يلين وأنا عن تمن إسق يوالد كسبة يان للجوي بليز ما علينا لجارة وحاسل وحصار تمو ما علينا لجارة يا مستقبل كعروتين وكسر عياري اللي يراد ما علينا لجارة أيجو أي كدعويان أي رادين جامعة هبل أو محمد راداي بروفيسور هبل أو مرحكة هاي وأنا لجوي سو حنا نلا مبرن وأنا سيدا أنا ناي وقت كاين نودي شيء محمد راداي وحين نوارد مس ما علينا لجارة سيدا دعود نوع عسى إصابة له ما أنتكو عقلها النقلين ورجينا سيستم كاد وزارة تعليم تأيد جسي إنه وح بدن وكنترول دون أما بدل دون دولد مسؤولية كسارة إلى أنت مستقبل كجنريشن إسك صار صعده أنت أود دودو لقتا شلي ما أنت كأود بدنا يبرين إن شاء الله وكسي أود بدنا هنا مركلة مركلة وحاربة إن عن همبليو قدره دمان أرض الصومالية ملك استو أي جوجان ظروفها أذق وحكو برد سجارة وحان أقوى همبليين يا أرض إذا محاجم عدو مدرسة الصومالية أنت ما أنت قلين جبسي هون يشام بقول يصدن أرضي ترقات ويرمعها يا أنت كسر دبجرته أو محانك يراد هذا يخرج جبين دونته مستقبل كده وهدي قال لي يراد وعنصيده كله أي جانا مركود وهم بلين يا جامعة ده دلك الصومالي ودل ملك السوقي الآن أسوق تجلي جامعة ده معلنا كسر نقضي ورمودا كسر نقضي جدي أو بروسور أو جامعة ده محاها الصومالي رن أنكو بلاونه يعني مقاية سيدات جامعة صومالي وطنة from عمود university all the way to كسماي university سيدات جامعة بسان لغا سوحولة
وحلوغا سو خولنا waxay ahayd maalintaas mustawa ay joogeen waalidigooda oo sarreys manajkooda saacadooda la itimaaday golayaash wuxuuda la qiimeeyay lagu socday laakiin hadda alxamdulillaah jaamacada badana maalintaas meeshii ay jaamacadaas ay joogeen meel ka sarreysa hadda maanta wada jooga marka waa rajayna tirada jaamacadaha ku mideysan inay aad iyo aad u badan yihiin oo ay 8 iyo 9 iyo aanay ahayn marka le waa waxaan leeyahay hambalyo dhamaan ummad Soomaaliyeed meel kasto ay joogan gaar ahaan wasaaradda tacliinta waxa mas'uuliyad ka saaran tahay jaamacadda in la ballaariyo waagi ay naga dawladdu naga burburtay jaamacadda Muqdisho bas ay ka jirtay afgooyey Muqdisho oo ka tirsanaa afgooyey Muqdisho kulliidii waxbarashada iyo kulliidii beeraha iyo afgooyey waxay ka tirsanaayeen maxuu ahaay Muqdisho laakiin hadda already waxaan maqlayaa jaamacadda ummad Soomaaliyeed inay faculty school leedahay meelo banaanka ah oo maxaa ku raad Muqdisho ka baxsan in la sii kordhiyo oo ardayda meesha ay joogaan loogu geeyo waxbarashada sida ugu fiican oo ardaygu wax ku baran karo marmarka qaarkood imtixaanaadka la qaado ardayda gobollada maxay uga roon yihiin ardayinka magaalooyinka waaweyn jooga kuwa magaalooyinka yaryar joogaa waxay uga roon yihiin wuxuu joogaa environmentiga si uu wax ku barto ahaa laakiin kan xamar jooga ee soo safray ee yimiday ama cid qaraabaha lagu soo ergay ama muxuu ahaay la mid ma aha midka muxuu ahaay beerta wax ka soo falaayo ama lada wax ka soo xereynaya caawfiidkii ka bacdina wax baranaya la mid ma aha marka dawladda Soomaaliya barnaamijkeedu waa ka mid wasaaradda tacliintana waa ka mid waana ku sii adkaynaynaa jaamacadda hadba intay duruuftii awooddu saamaxdo in la fidiyo oo la gaarsiiyo deegaanada dalka oo dhan hambalyo aad iyo aad ayaan uma barsan jumcaale si gaara markale iyo markale inaan u xusaan rabaa waxaan leeyahay barsoore hambalyo waad guulaysatay barsoor xadas xasan mahadalla ma joogaan umalaynaya ma arag asagana waa qor isu dhiibay ee geedda qorgii waa meeshiisa ka sii qabtay maantana dee waaba halkan soo istaa barsoorka qorga loo sii dhiibay ee asna gacanta ku hayaan waaba aragnaaba barsoorka marka sidaasay qor isu dhiib qor isu dhiib ay u tahay nin walba meeshii loogu dhiibay inuu wax ku sii daraa laga rabaa aad iyo aad dhammaantii waa idin hambalyeynayaa mabruuk.